السلام عليكم، معكم جريدة عبير. إذا الأخت دايرين واحد القفاف ثلاثة هذا اليوم، وغتعطينا واحد المجموعة ديال المعطيات. تفضل، مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أولا نشكر جريدة عبير على الحضور ديالها، تواكبنا في هذا النهار، شكرا لكم. هنا غادي نمشي إن شاء الله جمعية أنا وكفيل اليتيم. مشات للدوار السي زراد مشكورا بوشتا صاحب شركة زراد لي ترونسبور، دانا ديك الدوار وطلعت عليه وبقاو فينا ديك الناس مساكن ما وصلهم حتى شي حد تمويل. اذا الجمعية اخذت العاتق ديالها، حصينا 27 اسرة، خدينا 27 قرفة الشاميل على الاتي، خنشر طحين ديال 25 كيلو الفرس، 5 يترو ديال الزيت، 2 كيلو جلبانة، 2 كيلو اللوبيا، 2 كيلو دروج، 2 كيلو العدس، 2 كيلو الشعرية، 2 اتاي، 4 صابون، 1 جافيل، 4 ديال السكر ديال المرسوم، على حساب 27 اسرة. كاينين شي محسنين اللي مساعدين معاهم، كاين كوم زعما في هاد القفاف؟ كاين الاعضاء جمعية انا وكفيل اليتيم فقط سيدي. حنا كنتابعوا الحالات على قدر الاستطاعة ديالنا، على قدر المحسنين ديالنا اللي غيعاونونا في هذا المجال هذا. انتوما الجمعية مش كتمولوا وكتمشيو، يعني كتبعوا معاهم؟ كنتبعوا معاهم سيدي الحالات على قدر الاستطاعة. شنو هو الأنشطة الخيرية اللي قمتوا بها ثلاثة جائحة كورونا؟ هذا جائحة قمنا سيدي من أول يوم جات الجائحة، اللهم تعالى فعلنا البلاء ديالو إن شاء الله. من قفاف، من مبالغ مالية، عندنا ناس مطلقات وأنا يطردوا الزنقة وكرينا لهم حالتها، عندنا هادشي عندنا متسق، كرينا لهم وبقينا معاهم لحد الآن أسبوعيا مبالغ مالية باش ياكلو، خاصو نوضو الكراء على ما يخدمو، لأن العيالات اللي عندنا في القهاوي في الحمامات راهم جالسين دابا، هذا هو الشريحة اللي ركزنا عليها. الوباء مازال، الحالات مازالين، لأن هاد الشهر هذا طردو لنا 4 ديال المطلقات بالدراري ديالهم، وطردنا نكريو لهم، يعني كري لهم هاد الشهر، شهر آخر كاين نديرو دابا، إلا ما لقيناش منين كنتسلفو باش نكريو لهم، خصهم ما ياكلو تما ولادهم، لأن جالسين بخدمة. جاو مالين السكن بغاو يخرجوهم من الكار؟ لا طردو الزنقه، هما هادشي عندي متسق، انا فيديو صوت وصوره ما عندي في التليفون. من بعد عاد نديرو ان شاء الله، من عيسى هادشي كله غنديرو ريبورتاج ان شاء الله، كاع اللي دارت الجمعيه خلال 4 شهور، وهادشي عندنا متسق. حنا كل اللي كرينا الحوايج الدجاج اللي في هذا وسيرتو للوليدات لينا ما خدامينش. بالنسبه للمبالغ، يعني بالنسبه للمبلغ ديال الكراء، يعني كاين شي مساعدين ولا غير نتوما كاعضاء؟ باش كريتو للناس الاعضاء ومحسنين، لان الجمعيه ما يمكنلاش تطلب كل شيء، لان ما عندناش، عندنا شهريا عندنا المرضى خصهم ادويه، ياك اختي كرتا عندنا مرضى ارامل، عندنا كفالات يستقبلنا شهريا وسيبتو، ما عندناش جمعيه وحده، عندنا جمعيه هيبه الاعمال الشيمه تضامن الحاله الاجتماعيه، وعندنا جمعيه كفيل اليتيم، يعني خصك الحاله الاجتماعيه. محمد هذا هذا من صوري كل دابا مقيدين عليك شحال تمايا. فين فين الاطفال؟ عندنا الورقه هذا اخر حاجه.
لا 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 لا